طيب ننتقل لمجال آخر من مجالات العمل لديكم. دخلتم أنتم في مجال التدريب، تدريب كوادر بشرية عديدة في أنحاء العالم العربي. ما هي الفكرة وما هو الهدف؟ موضوع التدريب، أنا بالمؤسسة في المناسبة يسموني الزملاء المعلم، زملائي وأبنائي في المؤسسة، بدل أن يقولوا أي لقب رسمي لي يشيروا إلي في المعلم، لأنني بدأت حياتي منذ أول أيامي في موضوع التدريب، وكنت دائما المسؤول عن نشاط التدريب في المؤسسة، التدريب الذاتي أولا، وربما هذه هي الميزة الأولى التي جعلت من مؤسستنا المؤسسة الرائدة في المنطقة، لأننا نستثمر في تدريب كفاءاتنا وأطرنا التدريب المهني. ثم انتقلنا إلى التدريب على مستوى المنطقة ولأبناء أمتنا، ووضعنا برامج تدريب في جميع النشاطات، في مجال المحاسبة، وكما تعرف نحن نتولى مؤهل المحاسب القانوني العربي، في مجال الإدارة، في مجال الملكية الفكرية، في مجال الخدمات المالية، في مجال كل المجالات، وربما هذا كان، وأخيرا في مجال تقنية المعلومات. وربما هذا كان أحد الأسباب الذي جعل المنظمة الأمم المتحدة تنتخبني كرئيس لفريق الأمم المتحدة لبناء القدرات البشرية والتدريب على مستوى العالم، ما شاء الله. والذي يضم في عضويته دول العالم الرئيسية والمنظمات العالمية الرئيسية. وذكرتم أنكم في مجال التدريب الذاتي بالذات كمان. بالتدريب الذاتي في برامجنا نحن. جينا إلى موضوع تقنية المعلومات، وهو الآن يعني إحنا عندما وأنت البرنامج اقرأ اقرأ. هذا البرنامج يعني يكفي أن يكون اسمه اقرأ. فعندما لكي تستطيع أن تقوم بأي عمل منتج يجب أن تتقن القراءة. أنا دائما أقول أن الحضارة مربوطة باللغة، يعني أعطيك مثال. بدأت الحضارة بصناعة المعرفة من خلال لغة الإشارات، يعني لم يكن هنالك كتابة أحرف، كان في رسومات وصور للتفاهم ولتطوير العلم. ثم جئنا إلى لغة الألفبة، الألفباء، والتي هي اللغة والتي اخترعها العرب، لغة الألفباء. ثم جئنا إلى اللغة الرقمية والتي هي لغة عربية. يعني أنا كنت في مؤتمر في واشنطن وأثير في البنك الدولي، وأثير أحد الأسئلة أنه لغة المؤسف أن لغة الكمبيوتر ليست عربية. قلت له وقف، لغة الكمبيوتر ما هي؟ لغة الكمبيوتر هي أصفار ورقم واحد، والذي اخترع الصفر والرقم هو العرب. اللغة الكمبيوتر ليس لها لغة إلا أنها تترجم الرقم الصفر والرقم الواحد فقط، يعني متسلسلا، صفرين واحد واحد واحد، صفرين صفرين واحد واحد واحد، هكذا لغة الكمبيوتر إلى اللغة. هذه لغة الكمبيوتر لغة عربية، فانتقلنا إلى اللغة الرقمية التي هي اللغة العربية. الآن دخل العالم في لغة جديدة سأتكلم عنها لاحقا، إنما أريد أن أتوقف لحظة عند اللغة الرقمية. الأمية الآن أصبحت ليس فقط القراءة، هي ليست فقط قراءة المكتوب، بل يجب أن تقرأ من خلال الكمبيوتر الذي هو ترجمة للرقم إلى كلمات. هذه ما يسمى بالمعرفة الرقمية. المعرفة الرقمية الآن نحن دخلنا في برنامج مضى علينا سنوات ونحن نطوره، ووقعناه مع جامعة كامبريدج المعروفة في بريطانيا. ما هو البرنامج؟ البرنامج جامعة كامبريدج كان لديها برنامج لفترة لسنين طويلة اسمه كفاءة شهادة تقنية المعلومات، ولكن باللغة الإنجليزية، ولم يترجم إلى أي لغة. هذا البرنامج جئنا قلنا لهم نحن نعتز بأننا أن لغة لا تقل بل تتفوق على أي لغة في العالم، وأنا لا أخجل أن أقول أن 98% من الأمة العربية لا يتكلم اللغة الإنجليزية. 99% من الصينيين لا يتكلمون اللغة الإنجليزية. والصين لعلمك الآن ستصبح الدولة الأولى في العالم في استعمال الإنترنت خلال 5 سنوات. شيء طبيعي مع عدد السكان يعني. ولكن عدد السكان عامل، ولكن نسبة الزيادة في التعليم عالية جدا. سرعة التعليم
يعني ما نحتاج اللغة الإنجليزية كواسطة للغة الرسمية. مش محتاج. وبالتالي نحن جئنا وقلنا نريد أن نطبق هذا البرنامج باللغة العربية. فجاءت الفكرة الآن هي فكرة تطبيق البرنامج باللغة العربية. وكيف نطبقه؟ ترجمنا البرنامج إلى اللغة العربية، وأقمنا نظاما لتعليمه، لتعليم استعمال الكمبيوتر والإنترنت، مبادئ يعني كما تعلم الكتابة، أي محو أمية الإنترنت. نعم. كما نتكلم عن محو أمية القلم، القلم والقراءة والكتابة. نعم. فالآن هذا البرنامج والذي يطبق، بدأنا في تطبيقه على كل الوطن العربي. نعم. لهدف تعليم المواطن، كل مواطن سواء كان مسؤولا أم زوجة أم تاجرا أم موظفة أم طالبا أم أستاذا، بحيث يصبح قادر على التعامل مع ثورة المعرفة، مع تقنية المعلومات. نعم. وتعليمه سيكون إما بالطرق التقليدية من خلال قاعة تدريب ودراسة، أو من خلال برنامج يعلم نفسك. نعم. أو أونلاين إلكترونيا. نعم. أي بدون أن تفتح، نعطيك مفتاح الدخول إلى البرنامج. نعم. تدخل على البرنامج وتتعلم من خلال. نعم. الجهاز، كيف تستعمل الجهاز. هذا هذا برنامج وقعناه مع كامبريدج، والبرنامج نعتز به بأنه سيكون حافزا لتطوير المعرفة ودخول الوطن العربي إلى عالم المعرفة. ممتاز، نقطة مشوقة.